بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، اليوم السبت 21/8/2021، تتسلم مديرية أوقاف بني سويف عدد 3 طن الدفعة التاسعة، ويصبح ما تسلمته مديرية أوقاف بني سويف 33 طن. إنه في يوم السبت الموافق 21/8/2021 تم وصول الرسالة رقم 7 إلى مديرية أوقاف المنوفية وقدرها 3 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 25 طن. وصلت اليوم عربية لحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف المصرية السبت الموافق 21/8/2021 محملة بأربع طن من اللحوم، وبهذا يكون قد وصل إلى المديرية 30 طنا من اللحوم. اليوم السبت وصلت بالآيات إلى محافظة الإسكندرية السيارة التاسعة محملة بأربعة طن من لحوم صكوك الأضاحي، حتى الآن وصلت إلى محافظة الإسكندرية 34 طن. اليوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس 2021 تم وصول الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة وهي 4 طن، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 32 طنا، وكل عام وأنتم بخير.